مريم ومنير يخطوان أولى خطواتهم لتحقيق حلمهما والانضمام لنادي الطيران والتحليق بكل تفاصيله. تخصص هندسة الطيران في البليدة هو التخصص أو كما يقولوا الانستيتيو الوحيد اللي كاين في جميع أنحاء الجزائر. التخصص هذا خيرته عن حب، كان تخصص كنت حبته منذ الصغر. حلمي أني نأسس أول شركة جزائرية مهتمة بصناعة كما يقولوا لي بيس دو روشانج تاع الطيارات. سبب دخولي للمجال كان إعجابي بالشخصيات الجزائرية اللي كانت مهتمة بمجال الطيران، كان أغلبهم متخرجين من المعهد. التخصص تاعي مهتم بديناميكية الطائرة، الأجسام الطائرة، كل أجسام الطائرة، ماشي الطائرة اللي نعرفوها احنا فقط ذات نقل تجاري، كل أجسام الطائرة، صواريخ، للحوامات، الطائرات الشراعية. هنا على مستوى هذه الورشة يلقن الطلبة أبجديات دراسة مختلف الأجهزة الموجودة بالطائرة. نتلقى بالأحرى تكوينا نظريا وتطبيقيا، حيث نكتسب معارف تؤهلنا كي نعمل كتقني طيران أو مهندسين. الطالب يتلقى في هذه الورشة عدة تطبيقات التي هي تفكيك المحرك، تركيب المحرك، وهذا يجعله يتدرب على كل العناصر التي تكون المحرك. المنصة التكنولوجية لهياكل الطائرة يعمل الطلبة المتخرجون من خلالها على إنجاز مشاريعهم وتجسيدها على أرض الواقع. نظام تحديد المواقع في المناطق المغلقة انطلاقا من كاميرات المراقبة، حيث يمكننا تحديد موقع انطلاقا من استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسوب. لقد تم يعني تكوين طلبة في طور الماستر خلال برنامج إيراسموس، وهذا الطلبات تحصلوا على الكو ديبلوم، يعني الشهادة المزدوجة، وهذا يسمح للمعهد باش يروح للانترناسيوناليزاسيون. أفكار تجسدت، مبتكرها يسعون ليكونوا خير خلف لخير سلف.